السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو دوت مخصوص لإدارة الاي تي بشركة خالد البترول. أنا طلعت على المعاش من حوالي شهر ونص كده، ومع ذلك الإدارة كانت مصممة إنها تجيب لي هدية التقاعد، مع إن الشركة عملت لي حفلة كبيرة وكانوا ناويين يعملوا لي حفلة برضو تانية، يعني جزاهم الله خيرا. وفي الآخر لقيتهم جايبين لي شوية العدد دي هدية. كان في لابتوب بتاعي اللي انا كنت بستخدمه سبته لزميلي ياسين، وياسين لقى عليه الكارت اللي موجوده في موقع من مواقع الشراء يعني، وعرف ان الحاجات دي ان انا كنت عايزها. فجزا الله خيرا وجزا الاداره كلها خيرا، يعني احبكم كلكم في الله. من اكبر واحد الاستاذ انور محي الدين، مدير عام إدارة الاي سي تي، راجل جميل وصديقي من 35 سنة، ربنا يبارك فيه ويعزه يا رب. لحد أصغر واحد خالص عندنا مش عارف هو مين حقيقة. ف يعني جابوا لي شوية حاجات أكثر من رائعة، همشي معاكم كده فيها بسرعة. دي بيسموها بنسجاز، معرفش اسمها ليه بنسجاز، بس هي السهل فيها إن هي توسع وتضيق في أي حاجة، بحيث إن أنا إيه يعني تنفع بدل ما الواحد يبقى معاه مفتاح انجليزي مثلا، او عايز يمسك ماسوره، عايز يمسك حاجه، بتنفع في الحاجات ده. هي فظريفه جدا الحقيقه. الماركه ماركه جديده نازله في السوق اسمها توتال، اعتقد هي نفسها انكو بس يعني توتال. ده مفك بالكهرباء، يربط ويفك بالكهرباء. في هنا نور وهنا البطاريه بتاعته، وبيقدر ينفع يتفرد ويبقى مفك طويل، او يتلف ويبقى في شكل مسدس 90 درجة. هو حلو في ان هو صغير وحجمه جميل، و8 فولت كويس. لسه الحاجات دي كلها ما جربتهاش طبعا. بيجي معاه شوية البونط دهيت، بونط جميلة جدا جدا يعني، ربنا ييسر وتطلع الخامة بتاعتها كويسة. دي قطعت مواسير، لان انا بحكم ان انا بحب اشتغل في التبريد والتكييف، فعادة بقطع مواسير النحاس، وتنفع برضو في قطع المواسير البي في سي الصغيرة مش الأحجام الكبيرة. دوت مسدس رش دوكو، زي ما انتوا عارفين انا عندي كومبريسور هواء، ففي حاجات كتيرة جدا الولاد عندي عايزين يتعلموا ازاي يرشوا دوكو، فجبت لهم المسدس ده، او يعني جالي هدية كان من ضمن الحاجات اللي ناوي اجيبها. دي مكنة اسمها اوسيليتنج تول او مالتي فانكشن تول. المكنة ديت تعتبر في عالمنا الحالي اختراع جديد. ده منشار وبيركب فيه حاجات كتيرة. في ده مثلا سكريبر بقدر اقشط بيه او اكشط بيه اي حاجة. في صنفرة اقدر اركبها اصنفر بيها، ليها قاعدة مخصوص الصنفرة. في منشار تاني عبارة عن دايرة ناقصة شوية كده، ده لقطع الحديد والحاجات الأفقية تماما. دي بالبطارية وجاي معاها الشاحن بتاعها أهو، بتشتغل بأنها بتحرك السم دوت ترددي كده رايح جاي. طلع جديد في عالم العدد اليومين دول، ويعني أثبتت كفاءة جامدة جدا. في لسه ما جربتش دي تحديدا. دوت مفتاح بيفك صواميل ويربط صواميل، ينفع الواحد يفك بيه عجل عربية، لسه برضه ما عملناش عليه ريفيو. في هنا سرعتين، سرعة بطيئة سرعة سريعة. يعني ده أساسا عشان نفك بيه مثلا صواميل زي صواميل العجل، صواميل العفشة، الحاجات دهيت من الحاجات الظريفة برضو. ده ميزان مية، كان عندي ميزان مية صغير قوي بتاع 25 سنتي، فطبعا ما كانش بيدي دقة أبدا في الشغل. برضو نفس ماركة توتال، لسه ما جربتوش. المكنة ديت كنت جايب معاها طقم اكسسوارات تاني زيادة، عشان لما احب استعملها استعمال كويس. سمعت ان الاكسسوارات اللي بتيجي معاها مش قد كده، لكن الاكسسوارات دي مكتوب عليها كروم فانيديوم. كروم فانيديوم دي من الخامات الهارد جدا جدا. المهم يعني انا حبيت فيديو سريع كده افرجكم على العدد كلها، واشكر الادارة فرد فرد، وعليه على رأسهم حبيبي انور محي الدين، جزاكم الله كلكم خيرا عني يعني.
ووحشيني والله جدا جدا، وإن شاء الله نفضل على اتصال طول العمر بإذن واحد أحد. أشكركم وفي رعاية الله، السلام عليكم.